هنا example 5.1 السيستم المعطاه هي بولي ماس بتاعتها M1 هي بفورم سيكنس وبرادياس A وتلف حوالين المحور O على مسافة تساوي B من المحور O متصلة هذه البولي بسبرينج K1. في هنا حبل أو خيط أو سترينج لافف هنا على البولي ومتصل بسبرينج K2 اللي هو الطرف الآخر متصل بالماس M2 اللي هي متصلة بالأرض عن طريق السبرينج K3. معطى هنا البيانات A و B و M1 و M2 و K1 و K2 و K3 والإكسايتنج فورس هنا اللي بتأثر على ماس M2 مديها 2 كوساين 4T أو T in seconds. طالب F1 و F2 دول معناهم الناتشرال فريكونسيز بتاع الفايبريشن، ويبقى عندنا هنا جزء ناتشرال بيطلبه رغم انه في فورسد فايبريشن، كان هو طالب ناتشرال فريكونسي. بعد كده يعني طالب الستيدي ستيت ريسبونس، يعني عندما تؤثر هذه الفورس. فهنبتدي الاول بالجزء بتاع الفري فايبريشن عندما تكون الفورس دي غير موجوده. بالطبع اول خطوه بنرسم السيستم في جنرال بوزيشن. ادي السيستم في جنرال بوزيشن، البولي لفت مسافه ثيتا، ف النقطه اللي هنا فوق المتصله بالسبرينج K1 اتحركت بثيتا. بالطبع احنا عارفين ان ثيتا صغيره، الحبل او الخيط اللي موجود هنا لف مسافة تساوي A ثيتا فوق، الماس اللي هنا M2 اتحركت مسافة X لفوق. بالطبع X تختلف عن A ثيتا، المسافة اللي فيها طرف الأعلى من السبرينج تختلف عن المسافة اللي تحركها الطرف الأسفل من السبرينج، ولذلك دي تعتبر 2 degree of freedom system، لأن في coordinates هنا الأولاني ثيتا والتاني إكس. طبعا لو كان ده خيط مشدود وليس سبرينج كانت إكس هتبقى تساوي A ثيتا، وبالتالي كانت هتبقى سنج ديجري اوف فريدم سيستم. هنبتدي الفري فايبريشن. فري فايبريشن اهي هناخد نبتدي نحط المعادله. ناخد معادله البولي الاول. البولي بتعمل روتيشن اباوت فيكس سنتر، تطبيق قانون نيوتن اي او ثيتا دبل دوت تساوي سيجما فورسز. السبرينج كي 1 انضغط مسافة بي ثيتا فحيت فورس كي 1 بي ثيتا، باخد مومنت لهذه الفورس حول او يبقى ماينس كي 1 بي سكوير ثيتا. السبرينج الاخر ده K2 ليه الطرفين بيتحركوا، قلنا نبقى نقول ماينس K2. بس نشوف انا بتكلم على ثيتا، حركة ثيتا، يبقى ابتدي بـ A ثيتا، الطرف ده بيتحرك بـ A ثيتا وده بالطرف بـ X، يبقى الفرق بينهم هبتدي بـ A ثيتا. ليه قلت تاني وبعدها؟ عشان إذا ثبتت الماس 2 M2 وبقت X بتساوي 0 تبقى ماينس K2 A ثيتا.
تطلع لي الفورس اللي في هذا السبرينج، اضربها في المسافة ايه، يطلع المومنت بتاعها، يبقى ان انا طرف الايسر اي او سي دبل دوت طايف في الايمن سيجمال مومنت اباوت او. بعد كده ناخد ال equation of motion differential equation of motion بتاعت الماس ام 2 دي بتمشي في linear motion، يبقى الماس في الاكسلريشن ام 2 اكس 2 دبل دوت سواء ناس كي بار 2 مضروبة في بفتح قوس طرف اللي هنا بتكلم عن اكس 2 تتحرك اكس 2 اكس طرف تتحرك اكس والطرف تتحرك اي سيتا، يبقى اقول اكس ماينس اي سيتا. نيجي للسبرنج السهل معروف عليه يبقى ماينس كي 3 اكس. يبقى دول تو ديفرنشال ايكويشنز عندي، الاولانيه تمثل حركه البولي ومستعمل فيها الكوردينيت سيتا، والثانيه تمثل حركه الكتله ام 2 ومستعمل فيها الكوردينيت اكس. هنري ارينج الانترفيس، هنعيد ترتيب من زي ما شوفنا قبل كده، بحيث نبتدي المعادله الاوليه هناخدها اللي موجود في سيتا الاول، انا خدنا البرابط كوردينيت الاولاني سيتا ثم الثاني اكس، يبقى ابتدي بسيتا دبل دوت اكس دبل دوت مفيش سيتا اكس، ادي اللي فيه سيتا دبل دوت اكس دوت مفيش، بعد كده سيتا واكس. المعادله اللي بتاعت ايه لسه قبل ما ندخل على المعادله اللي بعديها، هنعوض هنا ادي هنعوض هنا في القيم بالطبع المومنت اوف انيرشيا بتاع البولي منتظمة اباوت او هو نص ام 1 اي سكوير، يبقى نص في 6.2 سكوير. برضه هنا عوضنا عن كي 1 وكي 2 وبي واي، وهنا عن كي 2 واي. لما نختصر كده تبقى دي المعادله الاولى اللي هي تمثل الديفرنشال ايكويشن اوف موشن بتاعت البولي. ندخل على الماس، الماس بتعمل لينير موشن، يبقى المعادله بتاعتها لما تترتب نبتدي بالاول اللي فيه سيتا دبل دوت مفيش، في اكس دبل دوت اهو موجود، اللي فيه سيتا اهو، اللي فيه اكس اهو. نعوض برضو بالقيم ثم نختصر تطلع دي، يبقى هما دول المعادلتين بتوع الديفرنشال ايكويشن بتاع البولي. انا واخد البولي هي الاول وبالسيتا، والماس هي الثانية باستعمال اكس. حطهم دول معدلتين دول حطهم في ماتريكس فورم اهو. المعاملة دي مجرد بقى 0.21 وما فيش، يبقى ده ادي سيتا دبل دوت واكس دبل دوت، تبقى تطلع دي ماس ماتريكس ودي الستيفنس ماتريكس، ويبقى ده الديسبليسمنت فيكتور وده زيرو فيكتور، تبقى دي الديفرنشال ايكويشن اوف موشن بتاعت 2 ديجري اوف فريدم سيستم. بالطبع عارفين اسيومز سوليوشن، اسيومز سوليوشن سيتا واكس تساوي اي وبي كوساين اوميجا تي ماينس بيتا. بالطبع ما هما اي وبي في الكولاسات هيحددوا بالانيشال كونديشنز، برضو بيتا تحدد بالانيشال كونديشنز، اوميجا هنحسبها. المعادله دي لو حبيت تقراها تمثل معادلتين خطيتين، الاولى منها سيتا تساوي اي كوساين اوميجا تي ماينس بيتا، والثانيه اكس تساوي بي كوساين اوميجا تي ماينس بيتا. هذا السوليوشن هنفرضه لما نفضله مرتين هتطلع هنا الاكسلريشن، يبقى هنا سيتا دبل دوت وهنا اكس دبل دوت، هيحصل ايه هنا؟
دي لما يتفاضل مرتين بيبقى نفس المقدار ده زي ما هو، فيما عدا ان هيبقى مضروب في ماينس اوميجا سكوير. يبقى هنا مفيش داعي نعيدها بقى هنا بعد ما خدناها في الشرح وفهمناها ان مجرد التفاضل مرتين بيخلي هنا سي دبل دوت واكس دبل دوت، وهنا بنضرب في ماينس اوميجا سكوير. هنبتدي نعوض في المعادله دي بالسوليوشن اللي احنا فرضناه، نجد ان ده انضرب في ماينس اوميجا سكوير واتجمع على ده 3 اهو المقدار ده، برضو 4 دي انضربت في ماينس اوميجا سكوير وانجمعت على ده يطلع المقدار ده. اما الاثنين اوف دياجونال دول يقابلوا اصفار فهيبقوا نفس الاليمنتس اللي كانت في السيفلس ماتريكس زي ما هي، ما انجمعش عليها اي حاجه من ماس ماتريكس. بنقول فور نون تريفيال سوليوشن لازم الديترمنت تساوي صفر بتاعت هذه المقدار، يعني حاصل ضرب اللي على في مين دياجونال ماينس حاصل ضرب في الاوف دياجونال اليمنتس يطلع صفر. دي اللي هي هتطلع تبقى هي الكاركترستيك ايكويشن لما نرتبها، تطلع كذا اوميجا اس 4 وكذا اوميجا تربيع وحد مطلق بدون اوميجا. دي معادله من الدرجه الثانيه في اوميجا سكوير اللي بنسميها الكاركترستيك ايكويشن. هيتل لها هيطلع لي جوابين، اوميجا 1 سكوير تساوي كذا واوميجا 2 سكوير تساوي كذا. طلعت اوميجا 1 سكوير تساوي 36، يعني اوميجا 1 ب 6 واوميجا 2 سكوير تساوي 100، يعني اوميجا 2 ب 10. يبقى الفريكوانسي اف 1 هي جذر 36 على 2 باي تطلع كذا هرتز، وبرضه الفريكوانسي اف 2 جذر ال 100 على 2 باي يطلع كذا هرتز. يبقى انا جبت اول مطلوب اللي هو ايه؟ الناتشرال فريكوانسي بتاع هذه السيستم اللي هي في الفري فايبريشن. بعد كده ندخل على الفورس فايبريشن. قبل ما ندخل فورس فايبريشن هو طالب، لو انه طالب الفريكوانسي فقط كان يبقى نوقف هنا، كان هو طالب برضه بلوت ذا مود شيب. مود شيب يعني بنجيب الامبليتيود ريشيو، وبكرر تاني الامبليتيود ريشيو هي B على A اللي هي ايه؟ الامبليتيود بتاع التاني كوردينيت التاني على الكوردينيت الاول اللي هو ده X على زيتا. دي بجيبها من المعادلة اللي هي الصفرية اللي قلناها بنقدر نستنتج منها B على A. المعادلة دي ممكن نستعمل لو احنا عوضنا فيها اوميجا سكوير تساوي اوميجا 1 سكوير يعني 36 هتطلع هنا، هيطلع قيمة هنا. لو عوضت ال 36 هنا برضو تطلع هنا، لان القيمتين الاتنين دول بيحققوا كاركترستيك ايكويشن اللي دي مشتقة منها. فزي ما قلت لو عندك وانت بتحل في الامتحان عندك وقت عشان تعمل تشيك، عوض هنا وهنا قوم تتاكد ان الرسم مطلعها على الكاركترستيك ايكويشن اللي هم ال 36 وال 100 دول صح. لو ما عندكش وقت تكتفي بواحده وعوض. هنعوض اولا بان اوميجا سكوير تساوي اوميجا 1 سكوير 36، يبقى هنشيل من هنا اوميجا سكوير ونحط بدلها 36 سواء هنا وهنا طلعت 0.1. برضه نعوض باوميجا سكوير سواء اوميجا سكوير اللي هي 100، نجيب اهي عوضنا بال 100 هنا وهنا تطلع 0.03. خلي بالك ان الريشيو ديت الريشيو بتاعت الامبليتيود بتاعت الماس 2 اللي هي اكس، وهنا الامبليتيود بتاعت البولي اللي هي سيتا.
R1 طلع 0.1 وR2 ماينس O3. هو مطلوب نرسم المود شيب. المود شيب بيعمل ريشيو بين امبليتيودز ويبقى دايمنشن لسه، هو مجرد نسبة زي ما انا شرحت بعد كده، يعني واحد اتحرك 1 سم يبقى التانية 2 سم وهكذا. فيبقى لازم يبقى البوت شيبس تترسم بدايمنشنلس بارامترز، هي عباره عن نسبه بين اطوال مختلفه او نسبه بين زوايا مختلفه، يا اما 2 اطوال او 2 زوايا، ما ينفعش. ف عندي هنا ايه الامبليتيود بتاعت الماس اللي هنا هي ايه؟ متر. فهين الامبليتيود بتاعت ثيتا راديان. ما ينفعش ارسم مود شيب بين ايه؟ بالامبليتيود بتاعت، تمثل الامبليتيود الريشيو بين الامبليتيود دي والامبليتيود دي، دي متر ودي راديان، ما ينفعش. عشان ارسم ريشيو هختار حاجه مثلا تمثل الروتيشن دي، اللي هي النقطه، حركه النقطه دي، وبالطبع حركه النقطه دي تمثل الزاويه اللي لفتها، لان هي عباره عن ايه اللي هو الراديوس في الزاويه ثيتا بالراديوس. فيبقى انا دلوقتي هبتدي مود شيب، هاخد حركه النقطه دي والنقطه دي اللي هي بعد طرفي السترينج، او حركه الماس والنقطه ايه، هما دول اللي اجيب النسبه بينهم عشان ارسم المود شيب. يعني رغم ان الكوردن اللي كنت بستعمله ثيتا، وانا جيت ارسم المود شيب استعوضت عن الموج عن ثيتا بمسافة اللي بتتحركها دي، الامبليتيود بتاعت النقطة A وليس الامبليتيود بتاعت البولي، على أساس إنها تعبر عنها إن الامبليتيود بتاعت النقطة A هي مجرد حاصل ضرب الراديوس في الامبليتيود بتاعت ثيتا. يبقى let displacement of point A يساوي واي يسمي ثيتا، هنسمي دي إن النقطة بتتحرك بايه؟ بديسبليسمنت واي يساوي ايه ثيتا. بالطبع ثيتا دي بتتحرك بهارمونيك موشن، فواي هتبقى هارمونيك موشن. يبقى هنا كأن بالظبط كما لو كان عندي تو ماسز وبينهم سبرينج، هنا وهنا، واحدة الامبليتيود بتاعتها اكس والتانية الامبليتيود بتاعتها واي، وهرسم المود شيب. عاوز اجيب بقى الريشيو بين اكس وواي، ادي اكس على واي. طيب هي اكس على واي، هي اكس واي عبارة عن ايه ثيتا، يبقى نعوض عن اكس هي طالعة بي كوساين اوميجا تي ماينس بيتا، في حين ثيتا ايه كوساين اوميجا تي ماينس بيتا، فمضروبة في ايه، نختصر كوساين اوميجا تي ماينس بيتا مع بعض، يبقى بي على ايه وتحت في ايه، بي على ايه هي ار، عوض عن سمول ايه بوينت تو، يبقى النسبة بين اكس الى واي اللي هو الثاني الامبليتيود بتاع الكوردينيت الثاني على الاولاني هي طالعة ار على بوينت 2. اخد القيم المختلفة، الار هم اللي كانوا عندي، ار بتساوي بوينت 1 هيطلعها لاكس على واي تساوي بوينت 1 على بوينت 2 يطلع بوينت 5. معنى ذلك اذا دي اتحركت مسافة بامبليتيود 1 سم، النقطة دي هتتحرك بامبليتيود 0.5 سم، وكمان
نفس الإشارة بنفس الاتجاه. يعني إيه؟ يعني النقطة دي تكون طالعة لفوق، يبقى برضو النقطة اللي تحت طالعة لفوق، نازلة لتحت تبقى دي نازلة لتحت. أدي معنى الرسمة دي، إن دول أمبليتيود بتاعت النقطة اللي فوق اللي هي إيه؟ إلى الأمبليتيود بتاعت التانية 1.5، يبقى إذا كانت دي 1 سنتي يبقى دي 0.5، دي 2 سنتي يبقى 1 سنتي، وهكذا. واللي طالعة دي موجبة وده موجبة، يبقى في نفس الاتجاه، وقت ما دي تكون طالعة دي تكون طالعة. نشوف المود التاني، لما ار2 تساوي بوينت ماينس بوينت تساوي ماينس او بوينت 3، اكس على واي هتعوض برضو ار اللي ماينس بوينت 3 على بوينت 2 تطلع ماينس 1.5. معنى كده ان دي لو اتحركت 1 سنتي لفوق ده هتتحرك 1.5 سنتي بس لتحت بعكسه، وبرضه يبقى الاثنين منهم 180 درجة. لو كانت دي طالعة تبقى النقطة دي نازلة في المود التاني، لو اتحركت في المود التاني، أو لو كانت دي نازلة تبقى دي طالعة. يبقى ده الفري فايبريشن والمود شيبس اللي احنا عاوزينها. ندخل على الفورس فايبريشن، الديفرنشال ايكويشن اوف موشن، هي نفس الديفرنشال ايكويشن اوف موشن نفسها اللي كانت موجوده في الفري فايبريشن، بس هنا كان صفر وصفر ما كانش فيه كوساين 4 دي. حطينا كل الفرق ان هنا زي ما هي، الفرق الوحيد هنا 0 و2 كوساين 4 دي، لان في الايكويشن اوف موشن بتاعت الماس اللي تحت بيأثر عليها فورس 2 كوساين 4 دي، فالفرق ان دي كانت اصفار في الفري فايبريشن، هنا هيبقى 2 كوساين 4 دي بالنسبه للماس اللي تحت اللي هي الكوردين بتاع اكس، وبالنسبه للبولي صفر زي ما كانت، ما عليهاش اي تغير. اسيوم ذا ستيت ستيت سوليوشن، هنفرض الشرح، انا قلت زي ما قلنا قبل كده في الشرح ان احنا بنركز على السيتي ستيت سوليوشن، يبقى هيتحرك هنا برضو الفرق هنا، هنا كنا بنفرض A و B في الفري فايبريشن لان دول كونستنت ديترمنت باي انيشال كونديشن، هنا فارتين سيتا نوت وكابيتال اكس اللي هم امبليتيودز هنحسبهم، وبرضو كانت في الفري فايبريشن اوميجا مجهولة، ودي اللي بحسبها هنا اوميجا معروفة اللي هي الاوميجا بتاعت الاكزايتيشن او الاكزايتنج فورس اف اللي مأثرها على الماس ام 2. لما نفرض هذا السوليوشن بالطبع لو نفاضل مرتين هيطلع لي اكس ضبط دوت وسيتا ضبط دوت، ولذلك وهنا يطلع ماينس اوميجا سكوير، يبقى نجد برضه ان الترم ده انضرب في 4 سكوير اهي اللي هي الاوميجا هنا، ونضاف على ده ده ضرب في 4 سكوير ونضاف على ده يطلع المقدار ده، وده هو برضو ضرب في 4 سكوير بالسالب بالطبع ونضاف على ده، الترمز اللي هنا مجموعين على الصفر، فدي حتى انها زي ما هي. وزي ما قلت قبل كده تلاحظ ان السيفت ماتريكس سيمتريك، يبقى الماتريكس دي شبيهه باللي طلعت قبل كده في الفري فايبريشن، بس كان هنا اوميجا سكوير وهنا اوميجا سكوير، هنا بدل الاوميجا سكوير حطينا 4 سكوير، وهنا بقت بدل اي وبي بقت سيتا نوت واكس، ودي 0 و2، وبالتالي دي تبقى ايه؟ تو سيمالتينيس لينير ايكويشن. وقلت انك انت ممكن تحلها بالكالكوليتر اللي فيه خاصيه حل تو سيمالتينيس ايكويشن، او باي طريقه من طرق الثانوي اللي انت تعرفها لحل تو سيمالتينيس لينير ايكويشن.
انا حلتها هناك في الشرح زي ما قلت بطريقة الماتريكس انفيرشن وانت غير ملزم بكده. ليه؟ استنتج علاقات الريزلتس بيحصل امتى وهذا اخر. طيب لما نختصر القيم دي هتطلع الماتريكس بالصورة دي، نحلها طلع الجواب سيتا بتكذا كذا راديان واكس بتساوي كذا متر، يبقى الستيدي ستيت ريسبونس ان سيتا بتساوي كذا كوساين 4 تي بالراديان واكس بتساوي كذا كوساين 4 تي بالمتر. في نقطة هنا عاوز أثرها، سيتا نوت أو هنا وإكس طالعين بنفس الإشارة، معناهم إن هما فيز مع بعض، يعني ما بيبقاش مثلا هنا مش طالع هنا في زاوية مختلفة، يبقى اتجاه مختلف. ندخل على الإكزامبل اللي بعده، إكزامبل 5.2 هنا على تيونت أبسوربر. سبرينج ماس سيستم ميم ام 1 وكي 1 عليها اكزايتنج فورس اف 1، هركب لها ابسوربر تيونت ابسوربر ام 2 وكي 2. خلي بالك هنا في من اولها بنبه في اتنين ابسوربر هيتركبوا، مره هركب ابسوربر معين بام 2 كي 2 ويطلع لها قيم معينه، ومره ابسوربر اخر بام 2 كي 2 لهم قيم معينه. اول حاجه تشوف قال لك ان هو لاحظ المشاغل السيستم دي وجد ان الريزونانس كان بيحصل عند 100 راديان بالسكند، عندما تكون اكسايتنج فريكوانسي 100 راديان بالسكند معنى كده ان استنتج ان اوميجا ان 1 بتاعه المين سيستم 100 راديان بالسكند. الكلام ده لما كان سنجل ديجري اوف فريدم ام 1 وكي 1 والفورس اف 1 متاثر عليها ما كانش لسه راكب الابسوربر. حط ترايل ابسوربر، قال لك ترايل ابسوربر with mass 8.1 كيلوغرام تيون تو 100 راديان بير سكند جيف. ايه معنى الكلام ده؟ يعني جاب ابسوربر الماس بتاعته 8.1 و اللي هي ام 2 8.1 و السيفنس بتاعته كي 2 تساوي كذا، بحيث ان ال ناتشر فريكوانسي بتاع الابسوربر ده لوحده اللي هي اوميجا ان 2 اللي هي جذر كي 2 على ام 2 يساوي 100 راديان بالسكند. يعني تيونت تو كذا يعني مظبوط، بحيث ان الفريكوانسي بتاعته اللي هو الابسوربر اللي هحطه اللي هو ترايل ابسوربر مجرد تجريبي، احط هذا الابسوربر اللي هركبه ابسوربر تجريبي الماس بتاعته 8.1 كيلو جرام والستيفنس بتاعته كذا، بحيث ان جذر كي 2 على ام 2 اللي هي السيركلر ناتشرال فريكونسي بتاعت الابسوربر دي لوحده كانت 100 راديان بالسكند. دي معنى الجملة دي، ترايل ابسوربر وذ ماس 8.1 كيلو جرام تيوند تو 100 راديان بالسكند جيف. ركبنا الابسوربر ده بهذه المواصفات، ماس 8.1 ستيفنس كذا، بحيث ان اوميجا ان 1 ان 2 بتاعته تساوي 100 راديان بالسكند. يبقى ايه؟
قاس بقى امتى بيحصل الريزونانس الاولاني والريزونانس الثاني، لان زي ما قلت بقى ال 2 ديجري اوف فريدم سيستم شغل الاكسايتنج فورس، فتواجد بدل ما كان بيحصل ريزونانس واحد عند 100 بقى يوجد 2 ريزونانسز عند 80 و125 راديان بالسكن وراديان بالسكن. وفي نفس الوقت قاس الامبليتيود بتاعت الابسوربر الجديد اللي هو ركبه للتيار الابسوربر اللي حطه، وجدوا ان 5 ملم. هو بيسأل ام 1 وكي 1 بكام، ودي نقطة مهمة استعمال للتيونت ابسوربر، ان عندك مكنة راكبة ومتثبتة على فاونديشن معين وعلى سبورت معين، انت ما انتش عارف الماس بتاعت المكنة. جات الشركة اللي بتركب ركبتها، فرضا ما عندكش الكتالوج ولا عندك بتاعت السبورت الستيفلس بتاعت السبورت، فهنا بالتجربة دي بانك بالتراي الابسوربر تعتبر طريقة لعندك ماشين على اكزايتنج فورس لها ماس معينة والستيفلس بتاعت السبورت معينة، عاوز تعين الماس بتاعت المكنة والستيفلس بتاعت السبورت موجودين. طبعا مش الطريقة البدائية انك انت تشيل المكنة وتحطها على الميزان وتعرف وزنها، وبالنسبة للستيفنس تحط عليها اتقال وتشوف حد هيحصل الديفليكشن قد ايه باستعمال داير كيش وتقدر تحسب الستيفنس. لكن من غير ما تفك المكنة ولا حاجة، انا لو حطيت ترايل ابسوربر تيوند عند الناتشرال فريكوانسي بتاعت المكنة بقى هيصبح هذا الابسوربر تيونت ابسوربر، هقدر استعمله في تعيين ام 1 وكي 1. ده اول جزء من المسألة اللي هو استعمال تيار الابسوربر. بعد ما عرف ام 1 وكي 1 هاوز يصمم لي ابسوربر هنا جديد بجد، يا هستعمله بجد. التاني ده لمجرد تراية تجريبي لمجرد تعيين ام 1 وكي 1. هنا هنستعمل ابسوربر جديد. زي ما قلت انا ممكن اخد الابسوربر اي، عشان يبقى تيونت ابسوربر يبقى كل المطلوب ان هو يبقى ايه نسبة مصغرة الابسوربر من السبرينج ماس سيستم الاصلي. يعني زي ما قلت برضو لو كانت ام 2 خمس ام 1 يبقى كي 2 خمس كي 1. مش هو ده الشرط الوحيد بقى، قلنا انك انت برضو تختار ميو اللي نسبة التصغير اللي هي مثلا خمسة او عشرة او كذا، النسبة دي ميو بختارها عشان هي بتتحكم في الرينج بين الريزونانسز، بحيث ان انا لو السرعه اتغيرت عن السرعه المعينه اللي باخدها موست افكتيف اللي هي مثلا في هذا المثال 100، المفروض هنا نبقى عندما اوميجا تساوي 100 راديان بير سكند الابسوربر يبقى موست افكتيف، والماس دي تقف استشري الامبليتيود بتاعتها بقى صفر، في حين الامبليتيود دي تبقى ماينس اف 1 نوت على كي 2. طيب لكن اللي بيحصل في الحقيقه في العمليه ان الفريكوانسي بتاع الاكسبكتيشن بتتغير قليلا بالزياده او بالنقص. فمثلا عشان اوضح المثال، هي مثلا اوميجا اللي بيحصل عندها الريزونس اللي هي كانت 100 ريتم بالثقة، قد تتغير مثلا ل 107 بالزيادة أو 93
بالنقص، يعني 7 بالزيادة أو 7 بالنقص. يبقى ممكن الأوميجا بتاعت الإكسايتيشن هتتغير برينج 7 بالزيادة و7 بالنقص، مثلا توصل بالنقص 7 عن 100 توصل ل93، بالزيادة توصل 7 عن 100 تبقى 107. هنا بالطبع في هذه الحالة لما أوصل دي أنا مش عاوز أوصل للإيه؟ للريزونانس الجداد بتاعة الـ 2 ديجري أوف فريدم سيستم. فأنا آخد كنوع من السيفتي أصمم الأبسوربر بحيث يسمح مثلا ب خمستاشر راديان بير سكند زيادة و15 راديان بير سكند بالنقص. يبقى في الحالة دي أنا ضامن إن أنا بعيد عن الريزونانسز بتاعت ال 2 ديجري اوف فريدم. زي ما قلت عندي ال اكسايتنج فريكوانسي ممكن بتنقص عن 100 تبقى 93، وبتزيد عن 100 تبقى 107، ففي بلس اور ماينس 7. اقول لا، هاخد اصمم نفسي، اصمم بنفسي الابسوربر بحيث ان تبقى تسمح لي بان انا فلكشويشن بتاع اوميجا بتاع الاكسايتيشن تنقص 15، يعني توصل ل 85%، 85 راديان بير سكند، او تزيد 15 تبقى 115 راديان بير سكند، الى ان اوصل الى الريزونانس. يبقى انا لما بتحرك 7 بالنقص او الزياده يبقى انا ضامن ان انا بعيد عن الرينج اللي هو في الريزونانس اللي انا خايف منه. يبقى اجي هنا بصمم هنا، فبصمم ان الرينج اللي عندي بتاع اوميجا 1 اوميجا 2، الرينج بتاع بين اوميجا 1 واوميجا 2 يبقى عاوزه يتسع هنا، يسمح بالغايه ان الاكسايتنج فريكوانسي تنزل ل 85 او توصل ل 115. في الحاله دي يا دوبك اكون وصلت للايه؟ لاحدى الريزونانس اوميجا 1 او لاوميجا 2. يبقى هنا بدي فرصة ان هم دول يكونوا الـ natural frequencies الجديدة بتاعت السيستم. طالب M2 وK2 وX2، يعني بيقول لك هجيب الابسوربر الماس بتاعته كام، وK2 الستيفنس بتاعته كام. وفي الحالة دي الابسوربر هيتحرك بامبليتيود كام. ناخد التيار الابسوربر، هو قال زي ما انا شرحت دلوقتي ان هو تيون تحت 8.1، يبقى اوميجا ان 2 بقى هو تيون عند 100 ريدن بير سكند اصلا، يبقى عندي اوميجا ان 2 اللي هي ايه؟ 100، وقلنا الماس بتاعته 8.1، وقلنا الستيفس بتاعته كذا، عاوزين نحسب الكذا اللي هي كي 2. كي 2 بتساوي ام 2 اللي هي قلنا 8.1، فاوميجا ان 2 100 سكوير هيبقى 8.1 في 10^4 نيوتن. اذا عرفت الابسوربر اللي جابهولي التجريبي الترايل ابسوربر الماس بتاعته 8.1 كيلو جرام، الستيفنس بتاعته
تمانية واحد من عشرة في عشرة أس أربعة نيوتن بالمتر. لو جبنا فعلا جذر كي تو على ام تو هيطلع اوميجا ان تو اللي هي السيركل ناتشر فريكوينسي بتاعت الابسوربر لوحده تطلع 100، يبقى اصبح فعلا هو دي الابسوربر اللي ايه اللي تيوند على 100 راديان بالسكن. من هنا نقدر نحسب ار 1 تساوي ايه 80 على 100 اللي هي ايه، قال لك ان طلعت اوميجا 1 ب 80 واوميجا 2 125. ناخد يبقى ار 1 ناخد ال 80 على ال 100 يطلع 8 من 10، وار 2 ناخد ال 125 على ال 100 يطلع 1.25. اللي أكد لك ان الكلام ده صح، ان دول مقلوب دي او حاصل ضرب ار 1 في ار 2 يطلع واحد صحيح. ولذلك ممكن في مسألة يديك واحدة منهم، يقول لك واحدة منهم طلعت كذا، طب انت تقدر تستنتج التاني. فنديها لك اقل ار بينهم واحدة، لاحظ انها بتبقى اقل من الواحد الصحيح، والتانية مقلوبها اكتر من واحد الصحيح. فلو ادالك ار 1 بقيمه كثف اقل من الواحد الصحيح، يبقى دي قيمه اقل من الواحد الصحيح، تبقى دي ار 1، ويبقى مقلوبها يجيب لك ار 2. او اديها لك اكثر من واحد الصحيح، يبقى دي ار 2، تجيب مقلوبها تطلع ار 1. هنا في المساله مديك ار 1 وار 2، كان ممكن يديك ار 1، او بمعنى اخر هو ما ادكش ار 1 وار 2 مباشره، بس قال لك اداك ان اوميجا 1 واوميجا 2، وانت عارف ان اوميجا ان 1 ب 100، يعني كانه ادالك ان دي 8 من 10. فانت كان ممكن يعطيك واحده من اوميجا 1 مثلا ومتقسمها على ال 100 طلعت كسر، تبقى تقلبها يطلع ار 2. عارفين القانون اللي احنا قايلينه، هما قانونين اللي عندنا، ان هو ار 1 ار 2 حصل ضربه بيساوي واحد، طبقناه هنا وعملنا بيه تشيك ان ده صحيح. القانون الثاني ان ار 1 سكوير ار 2 سكوير يساوي 2 بلس ميو. لما نعوض كده نقدر نجيب قيمه ميو تساوي ار 1 2 سكوير ار 2 سكوير ناقص 2، يبقى يساوي 8 من 10 سكوير زائد 1 وربع سكوير ناقص 2، يبقى طلعنا ميو. ميو اللي هي نسبة التصغير اللي هي ايه بين اللي هي ابسورب. وبالتالي ميو تساوي ام 2 على ام 1 وكي 2 على كي 1. انا عارف ام 2 كي 2 اللي هم بتوع الابسورب اللي انا طراي الابسورب اللي انا حطيته. من هنا اقدر استنتج ام 1 تساوي ام 2 على ميو 28 طلع 40 كيلو جرام. اذا الماس بتاعت مين سيستم الاصليه 40 كيلو جرام. وبرده نفس الشيء كي 1 تساوي كي 2 على ميو، نعوض هنا يطلع 40 في 10 اس 4 نيوتن بالمتر. بالطبع لو جبنا اوميجا ان 1 بتاعت المين سيستم جذر كي 2 على ام 2 هتطلع 100 ايضا. عاوز اكس 2، انا ممكن هنا استفيد اجيب اكس 2، بحسبها ليه هتعرف بعد شوي. انا عارفين ان القاعده انا بدينا اكس 2 قاس الامبليتيود بتاعت، هستعمل القانون بتاع اكس 2 قاس الامبليتيود اكس 2 بتاعت الابسوربر التراير التجريبي. هستفيد منها ايه دي؟ هستفيد منها هتعرف دلوقتي. هنقول x2 بتساوي ماينس f1 نوت على k2، او f نوت 1 نوت بتساوي ماينس kx2 يساوي ماينس ادي k2
وادي اكس 2. اذا عرفنا ال امبليتيود بتاع الاكسايتنج فورس. اذا النقطه اللي عاوز اقولها، نقدر نقول ان الترايل ابسوربر استفدنا منه عينا ام 1 الماس بتاعه المين سيستم، وكي 1 الستيبس بتاع المين سيستم، والامبليتيود بتاعه الاكسايتنج فورس. الكلام ده اذا قست الامبليتيود بتاعه الابسوربر الدراير وانت بتشغله. نيجي بقى للريكوايرد ابسوربر. هنصمم الريكوايرد ابسوربر. عندنا احنا الرينج زي ما شفنا اوميجا 1 من 85 ل 115. نيجي الاول نفرض ان اوميجا 1 بتساوي 85 ريتم بالسك. هنفرض ان هنجيب الابسوربر الريكوايرد، ناخد الاوميجا 1 بتاعته، هيطلع اوميجا 1، هيطلع الابسوربر ده لما يركب هيطلع اوميجا 1 ب 85 ريتم بالسك. يبقى ار 1 85 على بيطلع زي ما قاعدين حالا، اوميجا حاصل ضرب ار 1 ار 2 يساوي 1، يبقى بالتالي ار 2 هتطلع دي اللي هي بقى لوب 85 من 100، يبقى ده ار 2. يبقى اوميجا 2 في هذه الحاله نضرب 100 في 1.176 يطلع 117.6 من 10 ريتم بالسكند، ده اكسبتد. يبقى هو ده لو احنا فرضنا ده الابسوربر ده يبقى مناسب، لان ممكن الرينج بتاع الريزونانس هيبقى 85 والتاني الريزونانس التاني حصل عند 117.6. احنا طالبين نتحرك من 85 ل 115 بدون ما نوصل للريزونانس. اذا صح، تلبي رغبتنا الـ2 ريزونانس اللي ناتجين هنا 85 و117.6، يعني عندي هنا زيادة كمان، يبقى ما يكون ريزونانس 85 وهنا 117 أكتر بزيادة من الـ 115، يبقى ده accepted، هذا الفرض مقبول. نفرض تاني إن هاخد أوميجا 2 هي الـ 115، يبقى بالحالة دي R2 115 على 100 يبقى 1.15، برضو القاعدة اللي احنا عارفينها، يبقى R1 مقلوبها، R1 طلعت 1 على 1.15 يبقى 0.8696، يبقى أوميجا 1 طلع دي. طيب هنا نشوف بقى هل الرينج اللي موجود ده يسمح؟ لا، يسمح انك انت بالزياده توصل لل 115، لكن بالنقص عند 96 86 و 96 من 100 قبل ما توصل لل 5 هتوصل للريزونانس. يبقى السرعه لو كانت تزيد ل 115 ماشي، لكن تنقص لل 85 هتعدي على الريزونانس وتبقى وقعت في المحظور، وقعت في الريزونانس. انا كنت عاوز الرينج يبقى كله امان زي الرينج الاولاني، هنا بتحرك من 85 ل 117.6 ده تو ريزونانس. انا بتحرك من 85 اصلا ل 115، يبقى انا كده هنا مش هكون وصلت خالص لل 117.6. هنا بالزياده ممكن اوصل لما اجي بالنقص قبل ما اوصل لل 85 اللي حاططها كحد ادنى حاجه اوصل للريزونانس، يبقى ده مرفوض. وبالتالي نختار الاختيار الاسامشن الاولاني اللي هي تبقى ايه، ار 1 85 من 100 وار 2 1.176. واحد هيسال دلوقتي، ممكن يسال يقول انت قلت واحده اكسبتد واحده ريجكتد، ماذا يحدث لو كانوا الاثنين اكسبتد او الاثنين ريجكتد؟ هقول لك هذا الاحتمال لن يحدث لك، لازم تطلع واحدة accepted واحدة يا accepted و rejected. يبقى اذا
لازم على الاقل هطلع لك واحده اكسبتد، والتانيه يا اكسبتد ريجكت. طيب يتحول السؤال الى ما يلي، لما يبقوا الاثنين اكسبتد اختار انهي واحده؟ قلنا هو ممكن مش هيطلع الاثنين ريجكتد ابدا، ممكن يطلع واحده اكسبتد تحت ريجكتد او الاثنين اكسبتد، لان يمكن يطلعوا الاثنين ريجكتد. طيب لو الاثنين طلع اكسبتد اختار انهي واحده؟ لو الاثنين طلع اكسبتد هتلاحظ ان هما نفس الايه، نفس القيمه. يعني لو R1 وR2 هنا فرضت R2 تطلع لك R1 ودي تطلع لك R1، يدوا نفس ال R1 وR2. لو الاثنين طلعوا اكسبتد يمثلوا، هيمثلوا حاله واحده ان هي R1 مثلا بكذا وR2 بمقلوبه، فالاثنين هتطلع كيس واحده، فاذا هيكون عندك احتمال واحد. زي ما قلت لا يمكن يطلع الاثنين ريجكتد، يبقى فاضل احتمال واحدة اكسبتد واحدة ريجكتد، هتاخد الاكسبتد. لو طلع الاثنين اكسبتد هتجدهم ان هما في الحقيقة بيمثلوا نفس الحالة. R1 فرضها مثلا 8/10، يبقى هتجد ان R2 1/4، والتانية تبقى فرضت R2 1/4 تطلع 8/10، يطلعوا هما الاثنين يمثلوا نفس الحالة نفس الابسوربر، فاذا يطلعهم هما جواب واحد، وبالتالي هو هيطلع لك R1 جواب واحد لR1 وجواب واحد لR2. بعد ما طلعنا كده فور ذا كوارت ابسوربر، R1 تساوي 0.8 و R2 تساوي 1.176، ابتدي ايه؟ اجيب الابسوربر. عارفين القانون اياه اللي قلناه، R1 سكوير زائد R2 سكوير يساوي 2 زائد ميو، وبالتالي ميو تساوي R1 سكوير زائد R2 سكوير ناقص 2، تطلع ميو اهي. ارجع تعريف ميو، قانون استعملناه قبل كده بس كنا عارفين M2 و K2 وأوجدنا باستعماله M1 و K1، هنا نبادي M1 و K1 بتاع المين سيستم هما المعلومة المعلومين، وهنعرف منه M2 و K2 بتاعة الريكوايرد أبسوربر. M2 تساوي M1 في ميو، يطلع الماس بتاعة الأبسوربر الريكوايرد، و K2 تساوي K1 في ميو، تطلع السيلز بتاع الابسوربر الريكوايرد، بيطلب الامبليتيود اللي هيتحرك بيها الابسوربر الريكوايرد اهو، نعوض هنا ادي اف نوت وادي K2، يطلع هنا وطالع ان هو بالسالب زي ما اتفقنا، دايما X2 تطلع بالسالب معناها في عكس، بتدي الفورس في السبرينج الواصل بين M1 وM2 هتبقى فورس بنفس مقدار الاكزايتنج فورس وفي عكسها، عشان تدي قوة مضادة للاكزايتنج فورس، وينتج عن ذلك ان الماس بتاعت المين سيستم M1 تثبت وتقف السشري تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار مضادين في الاتجاه. نيجي الاكزامبل 5.3، Unrestrained Rotor System عليه Exciting Torque T1، مديك I1 وI2 وQ. التورك هنا اللي مأثر على 1 500 بطبع الستاتيك تورك ثابت، لو العادي لو كان ما فيش فايبريشن، وترك تاني فلكتويتنج 320 كوساين 200 تي نيوتن متر تي ان سكند. طالب اوميجا 1 اللي هي ايه؟ السيركل ناتشر فريكونسي بتاع السيستم، يعني لو ما كانش في
التورك ده وسيبنا الستيت تعمل فري فايبريشن هيحصل ايه. بعدين فايز ذا ستيت ستيت ريسبونس اند بلوت تي توتال فيرسس تي، يعني فايند الستيت ستيت ريسبونس، يعني جيب الريسبونس بتاع سيتا 1 وسيتا 2 بتاع هنا، وبعدين التوتال تورك اللي هو ما هيبقى موجود في الشافت اللي واصل هنا بين التوروتس. هنبتدي ناخد الاول فري فايبريشن، نطبق القانون ده، وده قانون زي ما انتوا عارفين لازم يكون محفوظ، اوميجا 1 تساوي كيو في 1 على اي 1 زائد 1 على اي 2، طلعت 600 راديان بالسكند. يبقى الناتشرال فريكوانسي بتاعت ال دي هي 60 على 600 على 2 باي. خلي المعلومة ان اوميجا 1 600 راديان بالسكند خليها دلوقتي، هنستعملها في اخر مسألة، بس احنا مطلوب دلوقتي ان احنا عرفنا دي. لكن هو المسألة كلها اصلا مبنية على الفورس فايبريشن على إجابة الستيت ستيت ريسبونس ورسم التوتال تورك اللي بيأثر على الشافت اللي واصل بين التوروتوس. ناخد الفورس فايبريشن، هناخد أولا الديناميك تورك فقط، يعني كأن لو كان روتر روتر وعلى شافت والاثنين على بيرنج، مفيش أي موتور هنا ما بيلفش، مفيش أي هو بس في الإكسايتنج تورك اللي إيه اللي هو هنا هارمونيك تورك موجود 320 كوساين 200 تي، هنتجاهل الجزء الإيه 500 نيوتن متر الثابتين الموجودين دلوقتي، نتكلم على دايناميك إكسايتنج تورك 320 كوساين 200 تي، وهنحل المسألة كأن مسألة هنا دي مفيش اي ستاتيك تورك مؤثر. طبعا هنحط الايكويشن اوف موشن زي ما شفنا قبل كده ومعروفه، الروتر الاولاني عليه 320 كوساين 200 تي، اما الروتر الثاني معلوش حاجه. اكسايتيشن ري ارينجنج ديترمنت، هنرتبه بترتيب هنا سيتا 1 دبل دوت سيتا 2 دبل دوت مفيش سيتا 1 وسيتا 2، وهنا نفس الكلام عوض فيه هنا بالقيم بتاعت اي وكيو، يبقى دي المعادله الاولى بتاعت الروتر الاولاني. المعادله بتاعت الروتر الثاني معلوش اي اكزايتك تورك، نعوض بالقيم تطلع دي. يبقى هي دي الديفرنشال ايكويشن اوف موشن اهي، دي الانيرشيا ماتريكس ودي تورشن ستيفنس ماتريكس، ده الديسبليسمنت فيكتور بس انجولار ديسبليسمنت فيكتور، وده انجولار اكسلريشن فيكتور، وده التورك امبليتيود فيكتور، ودي كوساين 200 تي اللي هي الجزء الهرمونيك. هنا الفرق هنأسيوم ذا سيتي ستيت سوليوشن، وزي ما قلنا بنفرض دول لأن دي سيتا 1 نوت وسيتا 2 نوت قيم هنحسبهم، وليست A و B كونستنت ديترمت باي انيشال كونديشنز، وهنا قلنا ذا سيتي ستيت سوليوشن. لما بنعوض على طول مفيش داعي للتكرار، هنجد إن البوينت 5 دي اتضربت في ماينس 200 سكوير وانجمعت على ده، يبقى الترم ده يمنين دي اتضربت في ماينس 200 سكوير وانجمعت على ده، برضو ده هي اتضربت في ماينس 200 سكوير وانجمعت على دي، اهي ناس 200 سكوير. اما دول انجمعوا على الصفر فهم زي ما هم، يبقى عوضنا طلعت المعادلة دي. زي ما قلت دي معادلة في الامتحان ممكن تحلها
بالكالكوليتر او باي طريقة تحب تحل بيها. لما نختصر القيم تطلع المعادلة دي two simultaneous equations في two unknowns theta 1 نوت و theta 2 نوت. السوليوشن بتاعها يطلع لي theta 1 نوت كذا راديان و theta 2 نوت كذا راديان. يبقى الـ steady state response هو تحطه هنا، دي الـ amplitudes اهي، تضربها بكوساين 200 تي تطلع الـ displacement. نيجي بعد كده للجزء الثاني، كل الكلام ده ان احنا مش حاطين اي اعتبار للـ static torque 500 نيوتن متر. يبقى بعد كده اديشن ستاتيك تورك 500 نيوتن متر. هنعمل ايه؟ هنقول تي توتال يساوي تي ستاتيك زائد تي دايناميك نوت الامبليتي بتاعته كوساين 200 تي. تي ستاتيك 500 نيوتن متر، طيب وتي دايناميك اللي هو كيو في الفرق بين سيتا 1 نوت ناقص سيتا 2 نوت. يبقى هنعوض ادي كيو وادي ثيتا 1 نوت وادي ماينس ثيتا، كانت هنا اهي ادي ثيتا 1 نوت ماينس 0.01 وهنا ماينس مع الماينس بقت بلس طلعت 120 نيوتن متر. لما نيجي نعوض بقى في هنا التوتال تورك يبقى نضيف عليه ال 500، يبقى التوتال تورك عبارة عن ال 500 اللي هنا زائد الجزء الديناميك اللي هو ده ادي اللي وصلنا ليه. هو عاوز نط ده ادي الكيرف، عاوزين نعمله بلوت يطلع بهذا الكيرف. معنى كده يطلع الكيرف، يبقى التورك اللي كان الستاتيك اللي بيتصمم عليه عادي، الواحد ما يعرفش موضوع الفايبريشن ويصمم عليه ومش عامل حساب الفايبريشن، كان هيصمم الشافت على تورك 500 نيوتن متر. هنقول له لا، نتيجة الفايبريشن التورك ممكن يزيد فوق 120 يوصل 620 وينقص تحت إلى 380. ما يهمناش النقص في الطابع دي مش خطر، بيمثل خطورة الزيادة ده. يبقى انت لازم تصمم الشافت هنا بحيث يتحمل تورك مش 500 بس وانما 620. انا كنت قلت لكم احنا حسبنا اوميجا لانها ايه 600 اوميجا 1 الناتشرال فريكوانسي بتاع الروتر سيستم، حسبناها طلعت 600 راديان بالسكند. قلنا اجل المعلومه دي وحرفها. ايه بقى فايدتها هنا؟ كل الفرق ان احنا الاشاره بتاع ما دام احنا شغالين عن اوميجا اللي هي بتي اقل من اوميجا 1 اللي هي سيركل ناتشرال فريكوانسي 600، هيبقى هنا التورك ده يطلع بالموجب هينجمع هنا. لو كنا شغالين عن فريكوينسي اعلى من النشر فريكوينسي كان هيطلع ده بالسالب. كل الفرق ان الكيرف بتاعنا ما كان هيطلع بالشكل ده، كان هيطلع من تحت بالعكس كده. يبقى هنا عملنا بلوت للكيرف وشفنا. بالطبع الكلام ده بياخد بتتكرر الدوره دي بيريود البريد بتاعتها 2 باي على اوميجا، لان في لما تعمل بلوت الكيرف لازم تبين الاكس او الهورسونت اللي هو الايه التايم والفيرتيكال هنا، وبالتالي يكون انتهى
الأبزامبل الثالث في هذا الشطر.